سيد ناثان، إذن بعد أشهر ليست بالقليلة يبدو هذا التقدم الأول للقوات الأمريكية أو القوات الأوكرانية التي استطاعت أن تعيد السيطرة على بعض المناطق في خاركيف. في الولايات المتحدة الأمريكية كيف تنظرون إلى هذا التقدم العسكري؟ لا يوجد شك بأنه بالطبع هذه النقلة في الزخم، ولكن طبعا هذه كانت مخططة بشكل طويل وعناية ومن قبل القوى الأوكرانية. وأيضا في النهاية الهدف الأساسي هو أن نجد أوكرانيا تستعيد الأراضي التي أخذت بشكل غير قانوني من قبل روسيا في هذه الحرب غير القانونية وغير مبررة، وهذا الغزو لأوكرانيا، هذا الغزو والغزو المضاد. أولا نشكر فيه شجاعة الأوكران والقوى المسلحة، وأيضا كما قال السكرتير بلينكون ما صنع الفرق هنا أن الأوكران يحاربون على أرضهم من أجلها.